السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجو من إخواننا أن يخفضوا أصواتهم، بارك الله فيكم. نعم، أين توقفنا في المجلس الماضي؟ نعم، سجود السهو. لا، بقيت معنا مسألة، وهي قول المؤلف: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه. نعم، تقدم الكلام عن تسوية الصفوف، ونعم نعم، وأن العلماء اختلفوا فيها هل هي واجبة أم لا. فجمهور أهل العلم قالوا بأن تسوية الصف مستحبة، سنة من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن حزم والبخاري في صحيحه إلى وجوب تسوية الصف، ولهذا قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: باب إثم من لم يتم الصفوف. وأورد تحته قول أنس رضي الله عنه لما قدم المدينة، قيل له: ما أنكرت علينا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا تغير في المدينة؟ قال: ما أنكرت عليكم شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فهذا الأثر احتج به الإمام البخاري على وجوب إقامة الصفوف، واحتج أيضا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر فيها بتسوية الصفوف، كقوله: سووا صفوفكم، تراصوا واعتدلوا، لتسون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم، وغيرها من الأحاديث الدالة على الوجوب. وأما جمهور أهل العلم فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قالوا: هي من تمامها، يعني من كمالها، وليست واجبة فيها طبعا. والذي ذهب إليه الإمام البخاري وابن حزم أقرب إلى الصواب، لأن الأحاديث أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل، سووا صفوفكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. والحذف هي صغار الغنم. ثم قال المؤلف: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه. هذا في كيفية إقامة الصفوف، يتمون الصف الأول ثم الذي يلي حتى يتم الأول، بعدها يشرعون في إنشاء صف ثاني ثم الثالث، وهكذا. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. والحديث هذا رواه النسائي وغيره. فدل هذا الحديث على أن تسوية الصف أو إتمام الصف لابد أن يكون صفا تلو صف، فلا يجوز لأحد أن ينشئ صفا والصف الذي قبله لم يتم. وأحيانا نرى في بعض المساجد، في مساجدنا، الصف مثلا إذا دخل المأموم مسبوقا قد يجد مكانا في الصف الأخير، لكنه يخشى أن تفوته الركعة، فينشئ صفا خلف هذا الصف الذي لم يتم. هذا آثم إن فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها، قالوا: وكيف تصطف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتراصون في الصف، يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصف الأول ثم يتمون الصف الذي بعده ثم الثالث، وهكذا. فلا ينبغي إنشاء صف وفي الصف الذي قبله فرجة أو ساعة، هذا لابد منه.
لا هذه سنصل إليها، هذا الذي يركع دون الصف. لا بالنسبة لمن ينشئ صفا مستقلا هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد أيضا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على الصف الأول، يرغبهم في الصف الأول، يرغبهم في أن يكونوا خلفه لا سيما العقلاء منهم، كما قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. يعني لو يعلم الناس ما في النداء الأذان وما في الصف الأول من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني لم يجدوا حلا إلا بالقرعة، من يأخذ الصف الأول لاستهموا لاقترعوا. ويقول البراء بن عازب: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. وهذا الحديث صحح إسناده الحافظ في الفتح. أما المسألة التي ذكرها الأخ فهي مسألة المسبوق، من دخل المسجد بعد أن سبقه الإمام إما بركعة وركعتين أو أكثر، هذا المسبوق إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أو ساجدا أو قائما فإن الواجب عليه أن يأتم بإمامه وأن يدخل معه، حتى ولو كانت هذا العمل أو هذا الجزء الذي أدركه مع الإمام، حتى لو كان هذا الجزء لا تدرك به الركعة ومع ذلك يدخل معه. إذا دخلت والإمام ساجد تسجد مع الإمام مع أن السجود هذا لا تدرك به الركعة، الركعة إنما تدرك بالركوع، لكن الواجب عليك أن تأتم بإمامك لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. تدخل المسجد والإمام رفع من الركوع، ما تنتظرش، بعض الناس ينتظر في الصف يقول لك فاتت الركعة خلي حتى يقوم الركعة الثانية، لا هذا خطأ، تدخل مع الإمام في أي حالة كان عليها، فإن أدركت معه الركوع هنا هذه الركعة قد أدركتها، إن أدركته بعد الرفع من الركوع الركعة لم تدركها، لكن يجب عليك متابعته وأن تدخل معه وأن لا تخالف الإمام. نعم؟ لا هو دائما الإنسان لما إذا دخل المسجد وكان مسبوقا أول شيء يبدأ به هو تكبيرة الإحرام لأنها ركن، إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام وسجدت مباشرة مع الإمام صلاتك باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تسجد، وهنا لا يجب عليك التكبير وإنما يستحب. تكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال هنا مستحبة وليست واجبة، لأن الركن هو تكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم إن شئت أن تكبر وتسجد وإن شئت أن تسجد من غير تكبير، المهم أن تأتي بتكبيرة الإحرام، فإن كبرت تكبيرة الانتقال فهذا أحسن. هذا المسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع، هذه المسألة ورد فيها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فأسرع أبو بكرة في دخوله وكبر قبل الصف، كبر وهو راكع ثم دخل في الصف وهو يدب، يعني يمشي وهو راكع حتى دخل في الصف، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال سألهم من ركع دون الصف، وفي رواية من كان يسعى آنفا، يعني من كان يعني يجري، فقال أبو بكرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا هذه كلمة ولا تعد اختلف في ضبطها، ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، وهذه المسألة هي من معارك المسائل الفقهية، ليست يعني من المسائل البسيطة، هي من المعارك، لكن إن شاء الله سأذكر
القول الصحيح في هذه المسألة. هذه الرواية قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لهذا الفعل وهو الركوع دون الصف، أو لا تعد إلى الإسراع في دخولك إلى المسجد، وجهان. بعضهم قالوا لا، ولا تعد، لا تمشي ضبط الكلمة ليست لا تعد وإنما هي ولا تعد، يعني لا تسرع، لأنه سألهم فقال من الذي كان يسعى آنفا، والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما في حديث آخر يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجريوا في الطريق، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا تفسير الحديث هو لا تعدوا، يعني لا تسرع مرة أخرى. وفي ضبط آخر قالوا ولا تعد، لا تعد الصلاة، أو لا تعد هذا الفعل. ولذلك في المسألة متشعبة، يعني بحسب ضبط العبارة والكلمة، تعدو، تعد، تعد. وأقرب الأوجه إلى هذا هو الضبط الأول ولا تعد، والضبط الثاني ولا تعدو. وأما ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة، فهذا مستبعد، استبعده أهل العلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر فعل هذا هو لم يفعل شيئا يبطل الصلاة، فكيف يقول له ولا تعد، بمعنى لا تعد الصلاة. ولذلك فأقرب الأقوال، أقرب الضبط الصحيح في هذه الكلمة هي ولا تعد، لا تعد ولا تعد، لا تعد يعني لا تسرع عند إتيانك إلى الصلاة، والضبط الثاني لا تعد إلى فعلك هذا. لكن الشاهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة، مع أنه ركع دون الصف وركع قبل أن يصل الصف حتى يدرك الركوع، ركع ثم دخل في الصف وأتم صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته تامة وصحيحة، مع أنه لم يأتي بركن من أركانها وهو الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، لكنه لما أدرك الركوع كان مدركا للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذا يدل على أن من أدرك ركعة مع الإمام فهو مدرك للركعة، لا الصلاة قد يدركها بالسجود. نعم نعم، الصلاة قد يدركها بالسجود، لكن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. هذا المسبوق ينهى عن الإسراع في دخوله إلى الصلاة إلى المسجد، بل عليه أن يدخل بالسكينة، وعليه السكينة والوقار، وهذا ما يخالفه كثير من إخواننا إذا أتوا إلى المسجد، إذا دخلوا المسجد المسجد يهتز من بيت الوضوء وهو يجري ونفتح طايحين باش يدرك هذا الركعة. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار، لأن الإنسان إذا جاء يسعى ويجري لما يدخل في الصلاة سيلهث في الصلاة ويتعب، يشعر بالتعب واللهث، وهذا يمنعه من الخشوع والتدبر في الصلاة، وهذا مطلوب في الصلاة، الخشوع والتدبر، أن لا يكون مشوش الذهن. ولذلك أمرنا أن نأتي وعلينا السكينة والوقار. فما أدركتم، ما أدركت من الصلاة، تدرك أربع ركعات ولا ثلاث أو ركعتين، أو حتى لو أدركت ركعة واحدة فأنت مدرك للصلاة ومدرك للجماعة. فما أدركتم فصلوا مع الإمام، وما فاتكم منها فأتموا. هنا ندخل في مسألة أخرى، هذا المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة أو أكثر وكان مسبوقا، إذا سلم الإمام هو يقوم فيأتي بما فاته من الصلاة، هل يقضي أم أنه يتم؟ هل يعتبر دخوله مع الإمام هي أول صلاته أم أنها آخر صلاته؟
القول الصحيح هو أنه يعتبر دخوله مع الإمام هو أول صلاته، حتى لو كان الإمام في الركعة الثالثة. لكن بالنسبة إليك أنت، لما كبرت تكبيرة الإحرام، ماذا يأتي بعد تكبيرة الإحرام؟ الركعة الأولى هي الثالثة بالنسبة للإمام، لكنها الأولى بالنسبة إليك، ولهذا تأتي بركعة بعدها يعني وتجلس للتشهد، ثم بركعتين بعد التشهد. بعض العلماء يقولون بالقضاء، واستندوا في ذلك إلى رواية جاءت في موطأ الإمام مالك: فما أدركتم فأتموا فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وفي الرواية الأخرى: وما فاتكم فأتموا. قالوا الألفاظ مختلفة، قالوا نأخذ بالقضاء. فعلماؤنا علماء المالكية يقولون بأن القضاء يكون في الأقوال، والبناء يكون في الأفعال، كما قال في المختصر: وقضى القول وبنى الفعل، مختصر خليل بن إسحاق. قالوا القضاء يكون في الأقوال والبناء يكون في الأفعال. الحنفية قلبوا، قالوا القضاء يكون في الأفعال والبناء يكون في الأقوال. استنادا إلى هذه الرواية، ولهذا قالوا: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة هي بالنسبة إليك ركعة ثالثة وليست الركعة الأولى. قالوا لأنه قال فقضوا، لكن هذا خطأ، لأن هذه كلمة فقضوا، القضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في لغة العرب هي بمعنى الإتمام، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فإذا قضيت ما انتهت، تمت وانتهت. وليس المراد بالقضاء في حديث النبي هو الاصطلاح الفقهي. هذا الاصطلاح الفقهي لقضاء والأداء هذا اصطلاح متأخر وضعه علماء الفقه، قالوا الصلاة إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء. الصلاة أداء هي التي تؤدى في وقتها، وقضاء هي التي تكون بعد خروج وقتها. لكن هذا اصطلاح فقهي لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين. ولذلك فحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على اصطلاح الحادث هذا خطأ، بل يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه في زمنه. ولهذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله، قال: إذا كان هذه قاعدة عامة وضعها، قال: إذا كان الحديث له مخرج واحد، الحديث رواه صحابي واحد له مخرج واحد، وجاء بلفظين مختلفين، وأمكن حمل أحد اللفظين على الآخر فهذا أولى. فلا يجوز تفسير اللفظ لفظين بمعنيين مختلفين، ما دام أنه يجوز حمل كلمة فقده بمعنى الإتمام لأنه وارد في القرآن ووارد في السنة فهذا أولى. فالمأموم إذا دخل المسجد يدخل مع الإمام فيعتبر صلاته مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام تلك هي أول صلاته. وقد ورد في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا دخلت مع الإمام فلتكن صلاتك تكبيرة، يعني بعد تكبيرة الإحرام صلاتك هي أول ركعة لك. فهذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. نعم، يعني هناك طبعا مسائل تتعلق ب نعم، لا هذا خطأ، لأنه سيحتاج إلى سعي. هنا تدخل في الصف تركع دون الصف إذا كنت قريبا من الصف، هنا تركع وتدخل معهم في الصف. أما إذا كنت في مؤخرة المسجد وبينك وبين الصف 10 أمتار ولا 20 متر، هنا لا تركع، تأتي وعليك السكينة حتى تصل إلى الصف وتكبر وتصلي مع الجماعة. وبعض الناس ربما يحتاج إلى أن يركع ويسجد وهو بعيد عن الصفوف، وهذا قد يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمفرد خلف الصف. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فانتظره حتى أتم صلاته، ثم لما أتم الرجل الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمفرد خلف الصف. استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، قالوا بأن الرجل إذا صلى منفردا خلف الصف فصلاته
باطلة. وجمهور أهل العلم قالوا صلاته صحيحة مع الكراهة إذا صلى منفردا خلف الصف، هذا إذا كان في الصف فرجة ومع ذلك هو صلى منفردا خلف الصف، لكن إذا دخل المسجد ووجد الصفوف ممتلئة فهنا يصلي منفردا خلف الصف ولا يجذب أحدا من الصفوف كما يقول به بعض الفقهاء، لأنه لو جذب أحدا ليصلي معه هذا يؤدي إلى وجود فرجة في هذا الصف، ولذلك فهو معذور إذا دخل المسجد والصفوف كلها ممتلئة هنا يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فوحدها صف، المرأة إذا كانت وحدها فهي صف، لا تحتاج إلى أن تكون معها امرأة أخرى، ولذلك فصلاتها منفردة خلف الصفوف صحيحة بلا كراهة. نعم. لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحديث ورد لا صلاة لمفرد خلف الصف، ثم جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه صلى هو ويتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعجوز وراءهما، فهذه العجوز وحدها اعتبرها صفا، لم تحتج إلى الغلام أن يصلي إلى جوارها. نعم، انتهينا من المسألة هذه. نعم، ندخل في باب مسألة أخرى، باب سجود السهو. باب سجود السهو. السهو المضاف إلى الصلاة على نوعين: سهو معدا بحرف الجر عن، وسهو معدا بحرف الجر في. كلمة السهو إذا عديت بعن فهي مذمومة، وإذا عديت بفي ليست مذمومة. يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة مذموم، لأن السهو عن الشيء هو إضاعته وعدم الاهتمام به، أما السهو في الصلاة أو في الشيء فهو بمعنى النسيان، فالإنسان قد يصيبه ذهول في صلاته يذهل عن فعل ما يجب فيها أو عن ترك ما يجب، عن فعل ما يجب فيها أو عن ترك ما لا يجوز فعله فيها. هذا الذهول والنسيان في الصلاة ليس مذموما، بل قد وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه أخطأ نسي سهى في صلاته فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد سهى عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهذا السهو في الصلاة قد يقع فيه الإنسان ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا سهى في صلاته وجب عليه، على القول الراجح وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. طبعا أحكام سجود السهو نتطرق إليها إن شاء الله بالتفاصيل. سجود السهو وردت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها أو أصل الأحاديث هو حديث ابن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين الأوليين، يعني صلى ركعتين وسهى ولم يجلس للتشهد، وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط، صلى ركعتين قام من ركعتين ثم أتم صلاته أربعا، وكان الناس ينتظرون تسليمه فكبر وسجد ثم جلس، كبر وجلس ثم كبر وسجد ثم كبر وجلس ثم سلم، فهذا السجود يسمى سجودا قبليا، يعني قبل السلام. جاء حديث آخر وهو الحديث الذي يعرف بحديث ذي اليدين، أن النبي صلى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر أو العصر، رواية في الظهر ورواية في العصر، وجمع بينهما بعض أهل العلم بأنها واقعة تعددت في الظهر، مرة في الظهر ومرة في العصر.
صلى بهم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، صلى ركعتين وسلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده عليها، فقام رجل في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يسألاه، فقام رجل كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين وهو اسمه الخرباق، كان في يديه طول، فقام وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ واحدة من اثنين، إما نسيت وإما أن الصلاة قصرت، الله عز وجل أوحى إليك بأن الصلاة قصرت، لأن الناس خرجوا كما جاء في الحديث أن الناس سرعان الناس للمعروف يعني اللي يخرجوا دائما مع الأوائل، خرجوا إلى الشارع وهم يقولون قصرت الصلاة. فقال له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال بل قد نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا إليه أي نعم، يعني صادق. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، صلى ركعتين، يعني وصلى ركعتين في السابق وسلم منهما، الآن أتى بركعتين أخريين إتماما للصلاة، ثم سجد سجودا بعديا بعدما سلم، سجد سجدتين ثم سلم، ثم سجد بعدما تم الصلاة سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، فجاء بالسجود البعدي الذي هو بعد السلام. في الحديث الأول حديث ابن بحينة فيه السجود القبلي، هذا الحديث فيه السجود البعدي. جاء حديث ثالث وهو حديث أبي، لأنه فيما بعد سنجمع بين هذه الأحاديث ليظهر قول أهل العلم في هذه المسألة. الحديث الثالث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، يعني سجدتي السهو. فهذا فيه السجود القبلي، هذا في البناء على اليقين، فيه السجود القبلي. جاء حديث رابع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، الآن شك مع التحري، كان شك مع البناء على اليقين حديث أبي سعيد، وهنا مع التحري، قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد للسهو. فهنا السجود بعدي، حديث أبي سعيد قبلي هنا بعدي. الآن نرجع إلى، نبدأ أولا بكلام المؤلف ثم نذكر كلام أهل العلم ثم نرجع إلى هذه الأحاديث الأربعة لأنها هي أصل في أحكام سجود السهو. أقرأ كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو، هو سجدتان قبل التسليم أو بعده وبإحرام وتشهد وتحديد. نعم، قال هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بالتخيير، لأنه لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز أن تسجد سجود السهو قبل السلام وتزيد واحد بعد السلام، حتى لو سهوت في صلاتك فزدت وأنقصت وشككت لا يجوز لك أن تأتي بسجودين للسهو،
السهو تأتي بالقبل أو بالبعد. المؤلف قال بالخيار طبعا، والغرض من ذلك، الغرض من ذلك، المقصود من ذلك هو أن المصلي إذا سهى في صلاته أنه مخير في غير المواطن التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن سهى في المواطن التي سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه متابعة موارد النصوص تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. في غير ذلك ما عدا ذلك قال هو بالخيار، إما أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، وهذا اختيار المؤلف وهو اختيار الشارح أيضا، ولكن سائر العلماء لهم رأي. الإمام الشافعي يقول بأن السجود السهو يكون دائما قبل السلام، دائما في كل حالة. الإمام أبو حنيفة يقول بأن سجود السهو يكون بعد السلام في كل حالة. الإمام مالك فرق بين الزيادة والنقصان، فقال في سهو الزيادة يسجد بعد السلام، وفي سهو النقصان يسجد قبل السلام. والإمام أحمد يقول سجود السهو في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نتابعه عليها، وين سجد قبل السلام نسجد قبل السلام، أين سجد بعد السلام نسجد بعد السلام، الباقي باقي السجود يكون بعد السلام، ما عدا ذلك السجود بعد السلام في المواطن التي لم يرد فيها الأحاديث. ابن حزم داود الظاهري يقول لا نسجد إلا في المواطن الخمس التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك لا نسجد حتى لو سهونا، حتى لو وقعت في السهو، في غير المواطن الخمسة لا تسجد. والقول الراجح في هذه المسألة هو قريب جدا من مذهب الإمام مالك، فيه فقط مسألة إضافية على ما قاله الإمام مالك، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين من أهل العلم، وهو أن يفرق في السهو فيقال من سهى في صلاته إما أن يزيد فيها وإما أن ينقص وإما أن يشك، لا يدري هل زاد أم نقص. هذا الشك إما أن يكون شك مع التردد، يعني شك لكن لا يعني حتى الآخر الصلاة وهو لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، وشك نوع آخر وهو أنه شك في الصلاة لكنه أثناء الصلاة تذكر، هو شك في صلاته سهى في صلاته ثم تذكر في آخر الصلاة تذكر بأنه صلى مثلا أربعا. فهذه أربع حالات، أربع حالات: نقصان وزيادة وشك مع التردد وشك مع اليقين، كل حالة لها حكم. إذا سهى في صلاته فزاد شيئا، زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد تشهدا، هنا يسجد بعد السلام، والدليل هو حديث ذي اليدين، ذو اليدين زاد التسليم في صلاته وسهى فسلم من ركعتين، لكن لما أتم صلاته بقي عليه تسليم زائد لأنه سلم في بعد ركعتين وزاد تسليم في آخر الصلاة، فهذا سجود مع الزيادة، ما دام أنه إذا زاد شيئا في صلاته سجد سجودا بعديا. إذا أنقص شيئا من صلاته يسجد سجودا قبليا، لحديث ابن بحينة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، هنا ترك التشهد الأوسط فسجد سجودا قبليا، لأنه للنقصان، لأن الصلاة ناقصة فهو يحتاج إلى إتمامها فيتم هذه الصلاة بسجدتي السهو فتكون جبرا للنقص. لكن أنبه على أمر، هذا سجود السهو هو يجبر الواجبات، أما الأركان فلا تجبر. إنسان ترك ركعة هذا لا يأتي بسجود السهو فقط، هذا عليه أن يأتي بالركعة كاملة ثم يسجد للسهو. سجود السهو يجبر الواجبات، أما الأركان إنسان ترك قراءة الفاتحة، ترك الركوع، ترك سجدة، نسي في صلاته سجدة واحدة فقط، هذا لا يمكن أن يأتي بسجود السهو. سجود السهو لا يجبر هذا النقص لأن هذا ركن، فعليه أن يأتي بركعة
ثم يسجد للسهو. فسجود السهو يجبر الواجبات ويشرع في المستحبات، أما في الأركان فلابد من الإتيان بها. فعندنا سهو بالنقصان بالزيادة يأتي بالسجود البعدي لحديث ذي اليدين، والسهو بالنقصان يأتي بالسجود القبلي لحديث ابن بحينة. بقي عندنا شك مع التحري وشك مع البناء على اليقين. وإذا شك ولم يدري كم صلى، ركعتين أم ثلاث، ثلاث أم أربع، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. أنت شكيت صليت ركعتين ولا ثلاث، تبني على اليقين اللي هو الأقل وهو ركعتين، ثم تتم صلاتك وتسجد قبل السلام. تسجد قبل السلام، هذا إذا شكيت في يعني وقع عندك تردد. أما هذا والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، إذا شك المصلي إذا قام في الصلاة وشك وتردد ثم بعد ذلك تذكر بأنه قد صلى ركعتين، هنا يكمل يأتي بركعتين أخريين ويسلم ويسجد بعد السلام، لأن صلاته تامة لا تحتاج إلى جبر داخل الصلاة. فهو يأتي بركعتين بعد السلام إرغاما للشيطان، ترغيما للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أراد أن يفسد عليك صلاتك، فترغيما له تأتي بسجود السهو. وما دام أن صلاتك صحيحة تيقنت بأنك صليت ركعتين، هنا تتم الصلاة تأتي بركعتين أخرين وتأتي بالسجود البعدي لأن الصلاة هنا تامة. طبعا والإنسان يدرك هذا إما أن يتذكر، أحيانا الإنسان قد يسهو في الركعة الثانية ثم يتذكر بأنه جلس للتشهد فيعلم بأنه صلى ركعتين. أحيانا إذا كان مأموما أو إذا كان إماما إذا رأى بأن المأمومين قد وافقوه على قيامه مثلا أو على قعوده يعلم بأنه لم، وإن كان هو سهى في نفسه لكن في الواقع لم يزد ولم ينقص من صلاته، فموافقة المأمومين للإمام تدل على أن صلاته صحيحة، حينئذ يأتي بالسجود البعدي إن كان قد سهى. فهناك عدة أمور ربما يدرك بها الإنسان هل صلاته هنا مع التحري، يعني يتحرى هذا التحري، قد يقع إما بموافقة المأمومين أو بتذكر الإمام أو تذكره للقراءة أو للجلوس أو بتنبيهه من بعض الناس الذين هم بجواره، يعني حتى لو نبهك أحد كان بجوارك فهذا يجوز، يجوز له أن ينبهك، وحينئذ تتم صلاتك وتأتي بالسجود البعدي. فهذه أربع حالات، من فهم هذه الأربع حالات فإن أي سهو يقع له في الصلاة فإنه ينظر إما زيادة أو نقص أو شك مع البناء على اليقين أو شك مع التحري، فيأتي بالحكم أو بالسجود الذي يناسب الحالة التي وقعت له. المهم تفهم فقط أنه مع الزيادة تأتي بالبعدي، مع النقصان بالقبل، مع الشك إن كان مع اليقين تأتي به تبني على الأقل ويكون السجود قبليا، إن كان مع التحري يعني وتيقنت بأنك صليت العدد هذا صحيح فهنا تأتي بالسجود البعدي. هذا ما يتعلق يعني بقول المذهب القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. هذه نعم مسألة التشهد سنذكرها إن شاء الله، لأنه الماتن سيذكرها ونذكر إن شاء الله هذه المسألة. المهم هو أن نفهم المسائل هذه، أن نضبط هذه المسائل، متى وقع لك السهو تنظر في أي حالة يكون هذا السهو. نعم أقرأ. قال وبإحرام وتشهد وتحليل. نعم وبإحرام، الإحرام هو التكبير والتشهد معروف والتحليل هو التسليم. أما التكبير فهذا متفق عليه عند أهل العلم، أهل العلم متفقون على أن من سهى في صلاته وسجد للسهو أنه يأتي بالتحليل وهو
بالتحريم وهو التكبير يكبر. وهذا جاء في حديث ابن بحينة كذلك في حديث ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى كبر فسجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد ثم كبر فركع. فهذا التكبير متفق عليه بين أهل العلم. أما التشهد والتسليم، التشهد والتسليم فيهما عند أهل العلم ثلاثة أقوال. ذهب الحسن البصري وغيره من أهل العلم إلى أن سجود السهو فيه تكبير ولكن ليس فيه تشهد ولا تسليم، قياسا على سجود التلاوة. قالوا هذا سجود مفرد فيقاس بسجود التلاوة فلا تشهد فيه ولا تسليم، وهذا القول مستبعد. القول الثاني قالوا بأن في سجود السهو التشهد والتسليم، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي، قالوا فيه التشهد وفيه التسليم لكن بشرط أن يكون سجودا بعديا، يعني بعد السلام. سجود القبلي لا، ما فيش تشهد. السجود البعدي إذا سجد سجودا بعديا بعدما يسلم هنا قالوا يأتي بالتشهد والتسليم. أما إذا سجد السجود القبلي هنا لا يحتاج إلى تشهد، لأن قبل أن يسجد هو تشهد، أو بعد التشهد مباشرة يسجد السجود القبلي، فهنا لا يشرع له أن يأتي بتشهد آخر، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. فقالوا إذا كان سجودا بعديا فهنا يأتي بالتشهد والتسليم، واستندوا في ذلك إلى حديث عمران بن حسين، والحديث رواه الترمذي في سننه وكذلك أبو داود، فيه أنه تشهد ثم سلم، لكنه حديث لم يتابع عليه، ولهذا حكم عليه علماؤنا بالضعف، فهو حديث شاذ لا يصح. حديث الذي ذكر فيه التشهد حديث لا يصح، ولهذا قال الإمام الترمذي بعد روايته له قال حديث حسن غريب. والإمام الترمذي إذا قال غريب معنى ذلك أن راويه لا متابع له، يعني ليس له متابع، وهذه الرواية ضعفها أهل العلم. بقي القول الثالث وهو قول محمد ابن سيرين رحمه الله، وعلى ذلك ذهب جمع من أهل العلم، قالوا بأن سجود السهو فيه التكبير والتسليم دون التشهد. قالوا يكبر يسجد سواء كان سجودا قبليا أم سجودا بعديا، إذا أتم صلاته وأتى بسجدتي السهو يسلم مباشرة ولا يتشهد. قالوا لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو لم يأتي في حديث واحد منها أنه أمر بالتشهد، وفي حديثه حديث بن بحينة الذي تقدم حديث ذي اليدين أيضا بيّن لنا كيف سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر حتى التكبير، قال فكبر ثم سجد ثم كبر جلس ثم كبر فسجد ثم كبر فجلس ثم سلم. فإذا كان ينقل حتى التكبير، لو كان التشهد قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكان من باب أولى أن ينقله، لأنه فعل أطول من السجدتين، فعل طويل، فلو كان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان هذا التشهد قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا ولو في حديث واحد. الأحاديث كلها، عدد كبير من الأحاديث وردت في هذا، كلها لم يرد في واحد منها أنه تشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي. هذا من جهة، من جهة أخرى قاس العلماء هذا السجود، قالوا هذا السجود هو بمنزلة صلاة الجنازة، فإذا كانت صلاة الجنازة التي يقرأ فيها بأم الكتاب الفاتحة ومع ذلك لا تشهد فيها، فيش تشهد، قالوا فمن باب أولى سجود مفرد، سجود مفرد من باب أولى أنه لا تشهد فيه، وإن لأن التشهد إنما يكون في الصلاة التامة التي لها ركوع فيها ركوع وسجود. ولهذا في القول الراجح
الذي تدل عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يأتي بالتكبير ثم يأتي بسجود السهو قبليا كان أم بعديا ثم يسلم. هذا الذي عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي مخالفتها. وبعض الناس مع الأسف يخطئ حتى في السجود القبلي. السجود القبلي ليس فيه تشهد، حتى عند العلماء الذين يقولون بالتشهد في السجود القبلي لا يقولون بالتشهد، ومع ذلك نرى بعض الناس إذا سهى سجودا وسجد سجودا قبليا يتشهد، وهذا خطأ. فالصواب هو أن يأتي بالتكبير وبسجود السهو ثم يأتي بالتسليم. هذا هو الذي وردت به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي مخالفتها. والحديث الذي خالف هو حديث ضعفه أهل العلم، أما الحديث الصحيح التي جاءت في البخاري ومسلم وغيرهما من السنن ليس فيها ذكر للتشهد. نعم. ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهو. نعم، ويشرع هذا سجود السهو يشرع لترك، طبعا هنا إذن المؤلف سار على القول ب التكبير والتشهد والتسليم، والقول الراجح هو فيه تكبير وتسليم دون تشهد. ويشرع لمسنون، يعني سجود السهو الأصل فيه أنه لجبر الواجبات، فمن ترك واجبا في صلاته انجبر هذا الواجب بسجود السهو. أما المسنون الشيء المستحب فهذا لا يجب فيه سجود السهو، لكنه يشرع فيه. إنسان نسي أن يقرأ بعد الفاتحة، قرأ سورة الفاتحة ونسي السورة، أتم الفاتحة وركع، لم يقرأ السورة بعد الفاتحة، قرأت السورة بعد الفاتحة مستحب، فهذا يستحب له الإتيان بسجود السهو ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يأتي بسجود السهو، وإنما هو يستحب لمن ترك المسنون وهو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير واجب. طبعا وليست المستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، هذه لا، إذا تركها ونسيها المصلي لا يأتي بسجود السهو، لأنها ليست من السنن التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أفعال واظب عليها في صلاته، هناك أفعال فعلها أحيانا فقط، فهذه ليست سنة التي فعلها أحيانا، هذه أمور مستحبة يسن لك تركها أحيانا، ولذلك فمن نسيها في صلاته لا يأتي لها بسجود السهو. سجود السهو واجب في الواجبات، مستحب في السنن. نعم. نعم، ورد حديث لكل سهو سجدتان بعد السلام، وهذا الحديث اختلف فيه، فأكثر أهل الحديث على أنه حديث لا يصح، وقواه بعض أهل العلم بالشواهد فقالوا هو صحيح. لكن هذا الحديث نقول بأنه لكل سهو سجدتان بعد السلام، من أخذ به قال بأنه هذا مذهب الإمام أحمد، اعتمد على هذا الحديث، قال في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نسجد فيها وفاقا لموارد النصوص، أما المواطن الأخرى فنسجد بعد السلام. لكن هذا الحديث ليس بمنزلة الأحاديث التي تقدمت وهي في الصحيحين، ولا يمكن أن يعارض هذا الحديث ما جاء في الصحيحين، لسيما وأن أكثر أهل الحديث على تضعيفه. نعم. نعم. لا مع كل الصلوات، لأن صلاة النافلة هي نافلة في حد ذاتها، لكن إذا دخلت فيها وجب عليك إتمامها، إذا دخلت فيها وجب عليك إتمامها. الإنسان يدخل في النافلة ثم يقطعها هذا آثم، لأنه هذا نوع من استهزاء بالصلاة والتلاعب. ولذلك من دخل حتى في نافلة، في نفل عبادة دخل فيها، هذا لا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر،
فإذا دخلت في صلاة النافلة وجب عليك إتمامها، فإذا سهوت فيها وجب عليك أن تأتي بسجود السهو. نعم، إذا سهى سهوان في الصلاة، فهنا إذا سهى فزاد وزاد يأتي بالسجود البعدي، إذا سهى وأنقص وأنقص نقصان أو ثلاثة يأتي السجود القبلي. إذا المشكلة إذا زاد ونقص، زاد واجبا ولا ركعة وأنقص واجبا، هنا في مذهب الإمام مالك قال يؤتى بالسجود القبلي لأن الصلاة لا تصح مع النقصان، ولهذا يؤتى بالسجود القبلي. والإمام أحمد يقول يؤتى بالسجود البعدي في هذه المسألة، قال يأتي بالسجود البعدي، وليس في ذلك نص، ليس في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فالأحسن أن يأتي بالسجود القبلي، يأتي إذا وقع بين نقصان وزيادة يأتي بالسجود القبلي، هذا بالنسبة لمن زاد في صلاته أو نقص. كذلك إذا سهى في السهو، قد يسهو في السهو، أتم سهى في صلاته، لما دخل لما أراد أن يسجد سجود السهو سهى في سجود السهو، سجود السهو سهى فيه، زاد سهى فيه، ماذا يفعل؟ هنا يتداخل السجود السهو، يقع تداخل بين السجود السهو. المهم أن يسجد سجدتين، إذا سهى فيه يأتي بسجود السهو، يزيد سجدة أخرى سواء زاد أو نقص، فلأنه هناك بعض الموسوسين يقعون في السهو ويكثر عليهم السهو، في كل ركعة يسهو أكثر من مرة ويتلاعب به الشيطان، هذا ماذا يفعل؟ سهى 10 مرات في صلاته، ماذا يفعل؟ يكتفي بسجدتي سهو 2 فقط قبل السلام أو بعد السلام على قول الإمام أحمد، وانتهى الأمر، لأنه كان يضطرب يقول لك ماذا أفعل؟ شحال نسجد؟ سجدت 4 مرات، أسجد 8 سجودات بساف. السجود هنا يتداخل، سجدتي السهو تكفيك عن كل ما سهوت فيه في صلاتك. نعم، نعم، هذه أيضا من المسائل. إذا صلى الرجل ثم سهى في صلاته ثم تذكر بعد مدة، ماذا يفعل؟ هل يأتي بسجود السهو أم أن يعيد الصلاة، يستأنف الصلاة من أولها؟ إذا نظرنا إلى حديث ذي اليدين ماذا نجد؟ نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بسجود السهو بعد الكلام، بعد السلام وبعد الكلام وبعد فاصل طويل، قام سلم ثم قام وذهب إلى خشبة عند المسجد، الناس خرجوا من المسجد وقام ذو اليدين ووقع حوار بينهما، وهذا الكلام لمصلحة الصلاة ولذلك هو لا يفسدها، تكلم مع ذي اليدين ثم التفت إلى أصحابه وسألهم أجابوه، سرعان الناس خلاص رموا وصلوا لديورهم، ولا شك أنهم قد بلغوا بالحكم، بلغوا بأن الصلاة لم تقصر، وقد ولو أمروا بإعادتها لنقل ذلك إلينا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ على الرغم من طول الفاصل أتم صلاته، أتى بركعتين ثم سلم بعد السلام. العلماء اختلفوا في الفاصل، بعضهم قال إذا انتقض وضوءه فهذا يعيد الصلاة ولا يأتي بسجدة السهو، بعضهم قال إذا خرج من المسجد، بعضهم إذا قال حتى يعني إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ومع ذلك لم يستأنف الصلاة وإنما أتى بالسجود. والقول الراجح في هذه المسألة هو أنه إذا سهى عن صلاة عن سجدته السهو فمتى ذكرهما سجدهما، لأنه إذا كانت الصلاة الصلاة كلها يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا الصلاة كلها إذا نسى يصليها في الوقت الذي ذكرها، مثلا صلاة الفجر تذكرها الآن يصليها الآن
مع طول الفاصل من باب أولى سجدتي السهو، فمتى تذكر بأنه سهى في صلاته؟ إذا كان على طهارة، إذا لم يكن على طهارة يتطهر، يستقبل القبلة ويأتي بسجود السهو. إذا تذكر بأنه صلى 3 ركعات برك في صلاة الظهر أو العصر مثلا، صلى 3 وهو في البيت بعد المغرب، تذكر بأنه صلى الظهر 3، ماذا يفعل؟ يتوضأ، يستقبل القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام، يأتي بركعة ويسجد للسجود سجود البعدي، وهكذا. فحتى لو طال الفصل، لأنه ليس هناك دليل يحدد طول الفصل، لأنه اختلفوا، قالوا بطول الفصل ثم اختلفوا ما هو الفاصل الطويل، وليس له حد في الشرع. مدام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، فهنا نرجع نقول استنادا إلى الأحاديث الأخرى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كذلك من نسي سجود السهو فليأتي به إذا ذكره في أي وقت كان. المهم أن يكون على طهارة، استقبل القبلة ويأتي بهذا السجود، لا يحتاج إلى، لأنه هناك يعني بعض أهل العلم دخلوا في هذه المسألة بعقولهم وتوسعوا فيها ولم يأتوا بدليل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنص على ذلك، بل خالفوا الحديث، قالوا من تكلم وجب عليه أن يعيد الصلاة ولا دليل على ذلك، قالوا من خرج من المسجد أعاد الصلاة، قالوا من انتقض وضوءه أعاد الصلاة، قالوا من تحرك من مكانه أعاد الصلاة، وهذا كله مخالف لحد لما ورد في حديث ذي اليدين. احنا عندنا أحاديث صحيحة نعتمد عليها في مثل هذه المسائل، فلا يجوز ترك هذه الأحاديث لآراء قيلت، والله تعالى أعلم. طبعا مسألة سجود السهو واسعة جدا، فيها يعني كلام خلاف بين أهل العلم في بعض المواطن، ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو يفرق بين الزيادة وبين النقصان، لكنه لا يتعرض للشك، الشك يعني مع البناء على اليقين والشك مع التحري، هو لا يتعرض يعني لهذا الفرق بين الأمرين بين المسألتين، ولهذا قلت بأن مذهب الإمام مالك قريب جدا من هذا القول، وليس هو نفسه، هو نفسه في الزيادة والنقصان، لكن يختلف معه في الشك طبعا. وهذا القول الذي هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا القول تجتمع به كل الأحاديث، فيه إعمال لكل الأدلة ولكل الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وصل. ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوة. نعم، للشك في العمل. نعم، يشرع لترك مسنون وللزيادة، يعني يشرع السجود السهو للزيادة، من زاد ولو ركعة، حتى لو زاد ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم يوما 5، صلى بهم 5 ركعات، نسي صلاة رباعية صلاها 5، فسجد عليه الصلاة والسلام سجودا بعديا، سجد بعد السلام لأنه زاد ركعة. وهذه الزيادة لو كانت متعمدة لأدت إلى إبطال الصلاة، لكن إذا كانت سهوا فهذه لا تبطل الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلى الركعة 5 فقاموا معه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، ينزل عليه التشريع ولا يجوز مخالفته. فلما أتموا الصلاة وسألوه يعني هل زيد في الصلاة، قال لا، لكن يعني هو زاد هذه الركعة. لكن بعد انقطاع الوحي، الآن لو تقدم إمام وصلى بنا 4 ثم قام إلى 5، هل نتابعه كما تابع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زمن التشريع يتابعونه. نحن الآن نعلم بأن الصلاة رباعية لا تزيد ولا تنقص. إذا أخطأ الإمام وقام إلى 5 سهوا، فإننا لا نتابعه، بل نجلس وننتظر صلاته، ننتظره حتى إذا جلس نسبح له، ننبهه على أنه أخطأ في صلاته وأنه زاد فيها. فإذا أتم الصلاة فالمأموم بين أمرين،
أحسنهما أن ينتظر الإمام حتى يسلم مع الإمام. والأمر الثاني له أن يجلس للتشهد والإمام قائم في الركعة الخامسة يتشهد ويسلم وينصرف، هذا يجوز كلا الأمرين، وإن كان الأحسن أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام. نعم الوقت أنت بقيت كثير من المسائل ولا؟ نعم. قال وللشك في العدد. نعم يشرع للزيادة سجود السهو ويشرع للشك في العدد في عدد الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى أربع ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وفي الحديث الآخر فليتحرى الصواب في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. نعم يعني يشرع في هذه المواطن. وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. نعم وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. إذا سهى الإمام وسجد سجود السهو وجب على المأموم أن يتابعه وإن لم يسه، وإن لم يسهى المأموم فإنه يتابع الإمام لأن الإمام سهى، فإذا سهى الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وجب عليك أن تتابعه حتى وإن لم تسه أنت. لكن إذا سهى المأموم فهنا لا يخالف الإمام، وقد رأينا في المسجد الإمام لم يسه المأموم سهى، لما أتم الإمام الصلاة المأموم سجد سجود السهو، هذا خطأ كبير. هذا أنت تتابع الإمام، إذا سهى الإمام فسجد تسجد معه، أما إذا سهى المأموم وهو تابع للإمام فهنا لا يجوز له أن يسجد سجود السهو، لست منفردا ولست إماما، أنت الآن مأموم، لو كنت منفردا تسجد، لو كنت إماما تسجد، أما إذا كنت مأموما فهنا تتابع الإمام ولا تخالفه حتى لو سهوت في صلاتك، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم وهذه يعني آخر مسألة تتعلق بباب سجود السهو، وإن كان هذا الباب فيه يعني تفاصيل ربما قد نعم نعم لا يتابع الإمام، يتابع الإمام لا، هذه مسألة أخرى، إذا كان مسبوقا يدخل مسبوق وهو لا يدري بأن الإمام سهى في الركعة الأولى، هو يظن بأن الإمام صلى صلاة صحيحة والإمام سهى في الركعة الأولى وهو كان خارج المسجد هو أدرك الركعة الثانية، هنا دائما يعني أنبه على أمر، إذا سلم الإمام لا تستعجل في التسليم والقيام، أصبر إمام سلم التشهد سلم تشهد أنت أيضا وسلم بعدما يسلم الإمام، لأنه قد يسجد للسهو، لأنك إذا أسرعت الإمام مجرد أن يسلم تسلم معه ثم تقوم وهو يسجد للسهو، هنا في مثل هذه الحالة الأفضل هو دائما أن نؤخر التسليم لأنك مسبوق لا تدري ماذا وقع في الصلاة. نعم 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 تكبير عفوا تكبير، يعني لا تقم إلى الركعة التي سبقت بها وإنما تجلس تنتظر، فإذا سلم الإمام وانتهى من التسليم إذا كبر السجود سهو تسجد أنت الآن تتابع الإمام لا تخرج على الإمام، تتابع الإمام فإذا انتهى من سجود السهو تأتي بما تتم صلاتك وتأتي بما فاتك من الصلاة. نعم نعم إذا كان في سجود البعد سجود القبلي تدركه مع الإمام، إذا كان سجود البعد تنتظر قد يسجد الإمام قد لا يسجد، لكن أنت لا تستعجل بالقيام لأنه قد يسجد سجود البعد، فهنا إذا سجد تسجد معه ولا تخالفه ثم بعد تسليمه تقوم لتأتي بما فاتك من صلاتك، لكن إذا إنسان قام فهنا لا يرجع إلى متابعة الإمام لأنه انفصل عن الإمام.
وقام ودخل في ركن وقام ودخل في الصلاة، هنا لا يرجع إلى متابعة الإمام. نعم نعم يتابع نعم يتابعه في السجود البعدي. نعم لأن صلاة المأموم هنا تمت، هنا الصلاة تمت، والمأموم مدام أنه قد أتم صلاته فله أن يسلم وأن ينصرف، لأن الإمام هنا قد فارق المأموم فزاد شيئا يؤدي إلى بطلان الصلاة. الآن لو تابعته أنت وقمت معه الخامسة صلاتك باطلة. إنسان إذا تعمد وقام مع الإمام في صلاة في ركعة خامسة صلاة الإمام صحيحة لأنها سهو، أما صلاة المأموم إذا كان يعلم بأنها خامسة فزادها صلاته باطلة. فحتى لا يبطل الصلاة هنا يجلس، إما أن ينتظر الإمام وهذا أحسن، وأجاز له الفقهاء أن ينفصل عن الإمام، هنا يجوز له الانفصال عنه، وإن كان الأولى هو انتظار الإمام. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم انتقض وضوءه أثناء الصلاة. نعم هنا من أهل العلم من قال بالبناء، وهذه مسألة دقيقة جدا فيما يتعلق بالبناء، لأنهم يشترطون له شروطا لا يمكن تحققها، يعني يبني انتقض وضوءه يخرج صلى ركعتين انتقض وضوءه يخرج يتوضأ ثم يرجع، هل يكمل أم يعيد الصلاة من أولها؟ البناء هو قول ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وينسب إلى القول الإمام مالك ولا يصح ذلك عنه، وهو قول الحنفية. لكن القول الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث هو أنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، إذا انتقض وضوءه هنا يعيد الصلاة من أولها، لأنه انتقض الوضوء خرج من المسجد ليتوضأ انحرف عن القبلة، وهذه كلها تؤدي إلى فساد الصلاة. إذا ضاع الشرط الأول اللي هو الطهارة، ضاع الشرط الثاني اللي هو استقبال القبلة، لأنه لا يمكن أن يخرج ويتوضأ يعني خاصة في وقتنا هذا دون أن ينحرف عن القبلة، وفيها حركة طويلة ولا دليل على ذلك، ورد في ذلك بعض يعني الآثار، لكن القول احتياطا لدينك واحتياطا لعبادتك لصلاتك، كما أننا نحتاط في أمور دنيانا فمن باب أولى أن نحتاط في أمر الصلاة فتعاد. من انتقض وضوءه يعيد الصلاة من أولها ولا يبني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبارك الله فيكم.